جوهري تعالى نتكلم بشكل اكثر صراحه علشان جمهور نادي الزمالك. لو انت دلوقتي اللي هتختار قائمه المغادرين من الفريق بنهايه الموسم، هل ممكن تحدد الاسماء بالظبط؟ لو انت طلب منك، انت دلوقتي عضو في الجهاز الفني، تعالى اختار الاسماء وبدون حرج، لانه خلاص يعني الموسم انتهى، وموسم فعلا من أسوأ المواسم بالنسبه لفريق الكوره في نادي الزمالك. وهوبا كمان برضو ممكن يحط لنا قائمه يعني من غير احراج، لانه في النهايه فعلا الموضوع فعلا ظهر بشكل مش لطيف في هذا الموسم. هعكسها لك بقى بطريقه اسهل، سواء ناس تمشي او ناس تعتزل او ناس يوجه ليها الشغل، ممكن نعملها بطريقه اظرف. الناس اللي تكمل اللي تقعد، تمام، لان الباقي كله يمشي، تمام، لان دول اللي هيبقوا اقل، وان كان اسلوب الصدمه هو الافضل، لكن ما فيش مشكله. ده هو ده، انا هقول لك اللي يقعد فالباقي هيمشي، تمام، الناس هتبقى عارفه. تمام، طيب اكتب قائمتك. لا هقول لك. طب اكتب انت قائمتك. لا لا لا، هقولها لك كده من الدفاع لل يعني من 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 حراسه المرمى اللي قدام. اعتقد في رايي ثلاثه، انا عايز اقول عوادي صبحي يمشي، بس يعني ما فيش حراس موجوده، يعني اعتقد عوادي يمشي، صبحي المستقبل عشان السن، لكن انا الحقيقه لكن عايز تجيب حارس يكون رقم واحد على صبحي طبعا، بس الفكره ان انت هل هترجع ابو جبل هتجيب مين؟ مفيش حد في الماركت، خلينا برضو نبقى فيه يعني. فهقول لك اللي يقعد الونش، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم سكر، فتوح، زيزو، شيكابالا واحد من اساطير النادي يعني قريب التقييم، مش موضوع فني، خلينا نتفق ان شيكابالا بعد طبعا الفتره الاخيره بحكم السن وحاجات زي عبد الشافي، فيعني كتر خير الدنيا ان هو 37 سنه الراجل بيحاول ويعني كباتن الفرقه، فله حريه الاختيار ان هو يبقى موجود او لا. انا بشوف الناس هتختلف معايا، بس هو المشكله ان هو محترف، فاعتقد انك كمحترف انت ممكن تلاقي حد احسن، بس انا ممكن اشوف لو ما لقيتش متوفر سيف الجزيري يقعد. سيد عبد الله نيمار لا ما يقعدش، انا رايي يطلع اقرا، بس اعتقد دول تقريبا 8 او 9 لعيبه بس موجودين. بس خلينا بقى صراحه، انا حسام طبعا ان هو بيقول قائمته طبعا، بس خلينا بصراحه، الزمالك احتمال كبير يتوقف من القيد، صحيح، الزمالك احتمال كبير في ازمه قائمه على ارض الواقع بالظبط، الزمالك ممكن ما يبقاش عنده الموارد انه يجيب لعيبه، فتخيلي انت مكمل يعني الزمالك مكمل باللعيبه اللي موجوده. تمام، طيب هو بقى اخترت مين؟ طيب ممكن اقلب السؤال، هل اللي هيمشي ولا اللي هيقعد؟ طيب لعيب زي محمد عبد الغني، ولعيب زي حسام عبد المجيد، ولعيب زي نيمار، ولعيب زي سيف الدين الجزيري، تمام، الاربع لعيبه دول بيمروا بموسم سيء، يعني ممكن نسبيا شويه سيف الجزيري هو المستوى اعلى منه على طبيعه مركزه والاهداف اللي احرزها مع الزمالك، بس الاربع لعيبه دول انا ليه بقول الاسامي بتاعتهم؟ الاربع لعيبه دول لما كان في استقرار فني واداري بالنسبه لنادي الزمالك، لما كان في جوده متمثله في اشرف بن شرقي وامام عاشور، اللعيبه دي كانت نجوم، طارق حامد بالظبط، يعني حتى يعني طارق حامد مشي قبلهم شويه، عبد الغني بالظبط، بس احنا بنتكلم على اربع لعيبه مع فيريرا، مع استقرار فيريرا، وفي نفس الوقت مع وجود جوده في الملعب، زمايلهم زي طارق حامد، زي ما اتكلم جوهري، زي امام عاشور، زي اشرف بن شرقي، كانوا ظاهرين بشكل جيد جدا جدا جدا. نيمار كان واحد من افضل اللعيبه، وعبد الشافي تمام طبعا كان موجود، فكانوا من افضل اللعيبه الموجوده في الدوري، ويعني كمان بالنسبه لسنهم الصغير، ومعاهم كمان محمد طارق لما كان بيشارك. كنت علق معاك على عبد الغني ومش بقطعك، اتفضل. عبد الغني حاجه غريبه جدا، راجع الموسمين، موسمين الزمالك كسب فيهم الدوري، الموسم اللي هو مش اللي فات، اللي قبله، عبد الغني كان محمود علاء اللي بيلعب في الاول، بعد كده عبد الغني مع الونش كان من اهم الثنائيات لنادي الزمالك في الران بتاعت السبع مباريات اللي مع كارتيرون، تقريبا الزمالك ما دخلش فيه غير هدفين بس، عبد الغني كان من نجوم فريق نادي الزمالك، منهم هدف في مباراه حسم الدوري قدام البنك الاهلي اظن، و مش متذكر، بس انا بتكلم عبد الغني كان عامل اداء عالي قوي الموسم الماضي، انقذ نادي الزمالك في فتره لما رؤى اتصاب وما كانش فيه غيره، وكان بيلعب ولعب رقم 6 ولعب في نص الملعب 6، وكان اكتر من هايل، دروب غير طبيعي لعبد الغني، دروب غير طبيعي، يعني انا ما شفتش انهيار، يعني
من واحد بيشيل الفرقه لواحد لانهيار غير مبرر ما عندوش وسط يعني. انا بس هكمل النقطه يعني لا لا خالص انا معاك مليون في الميه في الكلام على عبدالغني، بس انا اللي كان قصدي اقوله ايه يا حسام، ان لعيب ممكن في خلال شهور او في خلال من موسم لموسم يظهر ان هو من افضل اللاعبين الموجودين في الدوري اللي بيلعب فيه، وممكن يفضل يعني يظهر بشكل سيء جدا والجمهور مش هيشفع له الفتره الجيده اللي كان بيأدي فيها. فالزمالك مش مشكلته في افراد، الزمالك مشكلته اكبر من فكره الافكار. الزمالك بيفتقد للجوده، والجوده دي اتكلم عليها اوزوري واتكلم في المؤتمر الصحفي وقال ان انا طالب حوالي 6 او 7 لعيبه، بس انا عارف ظروف نادي الزمالك. سؤال قبل ما تروح الحته دي، سالك سؤال على النقطه الاولانيه، طب ليه انت بتقول على اللعيبه دي كده؟ انا معاك جدا، بس في حد ممكن يقول لك، انا هقول لك صوت تاني يقول لك طب مش معنى زيزو استقرار ثالث موسم على التوالي عامل موسم عالي جدا. زيزو ليفل تاني يعني، زيزو مستوى جزء يتحمل طبعا ليه دعوه بالجوده اكيد مش مختلف. بس برضو انا شايف برضو يعني ادخل معاكم في الحوار ان زيزو برضو مستواه تاثر برحيل الناس اللي انت قلت عليها طبعا مليون في المية. المستوى اللي كان السنه زيزو؟ اللي بالظبط. انا في رايي على المستوى الفردي لا، على المستوى الفردي لا، بس على مستوى الانتاجيه مع بقيه زمايله معاك مليون في المية. زيزو بيقدر يحافظ على 50% حسام من كنا قلناها هوبا، 50% من اهداف نادي الزمالك زيزو مشارك فيها. انا شايف عشان مش موجود او مش في مستواه الزمالك يقفل 7 أو 8، وانا مسؤول عن كلامي.